ومن خصائص يوم الجمعة أنه ليس هناك وقت ينهى عن الصلاة فيه قبل الزوال، يعني قبل الظهر. الأحاديث أتت منه صلى الله عليه وآله وسلم على أن هناك أوقات ينهى عن التطوع فيها من الصلوات، من بين الأوقات قبل أذان الظهر بعشر أو ربع ساعة لا تصلي. يعني لو صليت الضحى مثلا في الأيام، في أيام الأسبوع، لكن أتى الوقت ولم يبق على أذان الظهر إلا ربع ساعة، هنا قف لا تصلي، سواء كنت في فصل شتاء أو في فصل صيف. قبل أذان الظهر بربع ساعة أو عشر دقائق قف عن الصلاة، لأن الوقت وقت نهي. لكن يوم الجمعة ليس هناك وقت نهي، كما هو رأي الشافعي واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، من أن المسلم له أن يصلي إذا أتى الجمعة حتى يدخل الخطيب، وهذا هو عمدة ابن تيمية في هذا القول، من أنه لا وقت نهي يوم الجمعة قبل الزوال. قال ابن القيم رحمه الله: وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم يتطوعون، وما كان أحدهم يعرف أن الشمس قد زالت والمساجد مسقوفة، وليس له أن يخرج حتى يعرف هل زالت الشمس أم لم تزل. قال: ولا يستحب له أيضا أن يفعل ذلك. فدل هذا على أنه ليس هناك وقت نهي قبل الزوال بعشر دقائق في يوم الجمعة. ولذا ورد حديث، وهو حديث أبي قتادة عند أبي داود، نهى عن الصلاة نصف النهار إلا في يوم الجمعة، فإن جهنم تسجر قبل الزوال إلا في يوم الجمعة. هذا حديث أبي قتادة، فيه ما فيه، وسيأتي له حديث إن شاء الله تعالى. لكن ابن القيم رحمه الله ذكر آثارا مما يؤيدها، وذكر كلام البيهقي. فخلاصة القول أن الصحيح أنه ليس هناك وقت ينهى عن الصلاة فيه يوم الجمعة قبل الزوال. قلت قبل الزوال، يعني ما يعمم الإنسان في جميع الأوقات. إذن هناك وقت نهي بعد صلاة الفجر، بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، هناك وقت نهي بعد صلاة العصر، هناك وقت نهي قبل غروب الشمس، لكن الحديث هنا قبل الزوال يوم الجمعة.